أنا مشاركة في الورشة دي وحبيت إن أنا أشارك فيها لأن عنوانها مهم جدا، الفن من أجل التغيير. أنا قبل كده خدت دورات في إدارة الفنون، بس المرة دي كان المعلن عنه مختلف، إنه هنتكلم بشكل مباشر جدا عن دور الفن في التغيير. والحقيقة إنه من ساعة ما بدأنا الورشة والمنهجية مختلفة جدا. أولا إحنا أكتر من دولة، يعني تنوع كبير جدا، مش مثلا 3-4 دول بس مشاركة، لكن عدد الدول الكبير اللي مشارك من المشرق العربي من المغرب العربي، ففي تنوع كويس. أصلا مجالات عملنا كمان مختلفة. وبعدين إن إحنا نبدأ من فوق خالص لتحت، من أول إنه نتكلم عن السياسات الثقافية لغاية ما ننزل، طريقة التدريب نفسها إن إحنا هنتدرب عملي على مشروعات إحنا اللي كاتبينها، وكل مجموعة من المؤسسات أو من المشاركين هيشتغلوا على مشروع واحد مع بعض، فمش كل مؤسسة بتشتغل مع مشروعها لوحده. الحقيقة أنه طريقة التدريب كلها جديدة ومختلفة تماما، وأنا شخصيا مبسوطة أن أنا بشارك في التدريب ده. الفن أكيد هيبقى له دور في التغيير، وهو كان طول الوقت ليه دور في التغيير من أول الستينيات كده، لما كان بيستخدم الفن في شحن الطاقات والتعبئة العامة في حالة الحروب اللي كان بيمر بيها العالم العربي بشكل عام. وبعدين يمكن يكون دور الفن تراجع فترة في السبعينات والثمانينات، بس رجع تاني بقى موجود عشان يوثق اللي بيحصل، وموجود عشان يحفز. وبقينا دايما نسمع كلمة انه الفن المحرض، يمكن اخر افلام يوسف شاهين كمان كنا بنتكلم عن كده. فالحقيقة انه الفن ليه دور، بس كمان المؤسسات اللي بتشتغل بعيدا عن الضوء، يعني اللي هي مش الحكومة ومش المؤسسات الضخمة قوي، هي بتعمل حاجات ممكن يكون تغييرها مش كبير قوي، مش ملموس قوي، بس هو بيعمل تغيير. اللي حاسين بيه هو الناس اللي قريبين منه، مش الناس اللي بعيدة. احنا عندنا مثلا في بورسعيد في مشروعات صغيرة ممكن تكون ساهمت في تغيير سلوكيات البيئة المحلية والناس المحيطة والفئة المستهدفة بتاعة المشروع. ناس تانية في القاهرة مش هتبقى عارفة بده، لأنهم عندهم مشروعات تانية بتستهدف حاجات تانية، بس كمان بيحصل عندهم تغيير وإحنا بيحصل عندنا تغيير. فطول الوقت الفن بيساهم بطريقة أو بأخرى في إحداث التغيير، وإن شاء الله في الفترة اللي جاية إذا ما حصلش تراجع للحريات، ده اللي إحنا بنقشاه، يعني إذا فضلت الحريات ومستوياتها اللي تمتعنا بيها في الكام سنة اللي فاتوا، فإن شاء الله هيكون الفن له دور أكتر في التغيير.